طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في سيشن جديدة مع برنامجكم مدرسة على الهواء. بنستكمل اليوم درس من دروس الألجبرا. النهاردة قد إيه الدرس جميل وقد إيه سهل وقد إيه مفيد جدا، لأن مفيش أي إجزام مش موجود في السؤال بتاع النهاردة. عشان كده إحنا عايزين نتفق إن إحنا نطلع من السيشن دي جاهزين بهذا السؤال، يعني سؤال بإذن الله مضمون هندرب نفسنا بيه عليه، وان شاء الله تطلعوا من بعد ال 30 دقيقه اللي معانا دول في استفاده كامله وعارفين نحل السؤال. تعال نشوف الموضوع ايه النهارده. بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن الفانكشن. طبعا خدنا اكسرسايز على الفانكشن وسالنا سؤال فانكشن اور نو وهواي. دلوقتي انا عايزه اشتغل على الفانكشن دي، وهقول لك ان الفانكشن دي عباره عن ايه. اما زيرو الديجري بتاعتها بتدي من عن طريق الديجري هصنفها. لو هي زيرو اوف ديجري هتبقى عندي اسمها constant a function. اما الديجري بتاعي first هيبقى لها اسم تاني اسمه linear. ولو هي more second اللي هي x square بتظهر في شكل x square or y square اللي هي الباور بتاعها second، دي ليها شكل تاني او اسم تاني اللي هي very important to the session. يلا بينا. هبتدي بالconstant function عندي اللي هي الباور الديجري بتاعها it's a it's zero. يعني ايه اتس زيرو؟ يعني مش ظاهر عندك الايه سامبل، يعني مش موجود عندك لا اكس ولا واي ولا اي جزئيه من الايه الرمز دوت او السامبلز دوت. بتظهر في شكل اف اكس. دايما انا عندي فيه معلومه، هتلاقي الفانكشن بتاعتك مكتوب ايه؟ مكتوب لك اف وبعدين نقطتين وبعدين ار وبعدين ار وبعدين ار. معنى الجمله دي ايه؟ معنى الجمله دي بيقول لك ان الفانكشن بتاعتك هي كلوزد ان ايه؟ ان ار numbers. يعني احنا بنتعامل مع real numbers only. كويس؟ فده بيفهمك النمبرز اللي انت شغال عليها ايه. فدي ما بتخصكش في حاجة في السؤال اكثر من ان هي بتبين لك السيتس اللي احنا شغالين معها. بعد كده بيدي لك ال fx equal. fx equal خد بالك من نقطة، احنا معتادين على ان انت بتشوف البوينت بتاعتك x و y. fx هي ده معناته ان هو بيخاطبك للنمبر y في الايه في البوينت بتاعتك in the ايه in the coordinate. يبقى انت كده ركز معايا. الديفينيشن الاولاني ده انا فهمتك بيبقى ليه. تاني حاجه معلومه اف اكس، اف اكس دي لو انت بتتكلم على كوردينيت وبتتكلم على البوينت يبقى دي بتعبر عن الايه عن الواي ان ذا كوردينيت بلان. لما اجي اقول لك هنا كونستنت، يبقى الكونستنت دي عايزه تقول لك ان الاكس اتس بار كام؟ زيرو. والاكس اتس بار زيرو بتبقى ايه؟ مش موجوده اصلا. ده معناته ان انا هيظهر عندي ال fx it's a number، هتظهر معايا number 5 3 7 negative 2 negative 99 اي number عندي. فدي معناتها ان انت كده ايه شغال في ايه في constant function. طب ايه دور constant function عندك؟ ما هي مش بالضرورة ان انت يعني مش بالاهمية القصوى، لكن ممكن جدا يجيب لك figure ويقول لك دوت ينتمي لاي ايه لأي فانكشن فيهم. تعال نشوف الأشكال اللي ممكن تجيني فيها الكونستنت ايه. لو أنا جيت هنا البوينت بتاعتي، هنتكلم على إن الكونستنت دايما انترسكت الايه؟ اكس اكسس أو واي اكسس. طيب هي هنا لو هي انترسكت الواي اكسس معناته إن الايه؟ الواي اكسس معناته إن الاكس ايكوال زيرو، لو قال لك اكس اكسس معناته إن الواي ايكوال زيرو. طب في الحالة دي أنا ممكن أظهرها بكام صورة؟ ممكن تظهر هي ويقول لك ده ايه؟ او اديني البوينت اوف ايه اوف فانكشن. باجي عندي ده الكوردينيت بتاعي طبعا اكس اند واي. ممكن نكون في شويه سرعه في السيشن دي لكن عشان ننجز. انا عندي هنا قلت لك اف اكس ايكوال 3، فانا عندي هنا هقول 1 2 3. مهما نديت هنا فاليو او قيم للاكس عندي الاف اكس هتطلع بكام؟ ب 3، لان انت ما عندكش هنا اكس عشان تعمل لها ايه؟ ايفالويت او علشان تطلع لها قيمه، ما فيش عندي اكس عشان اعوض عنها واطلع. فتحت اي سبب مهما كان النمبر اللي انت هتستخدمها هي اف اكس ايكوال 3. تمام؟ معنى كده ان انا هاجي عند بوينت 3 اون ذا واي. كويس؟ وهيبتدي يظهر عندي لاين بارالل لمين؟ للاكس اكسس. بالظبط كده ادي عندي 3 وهيبتدي عندي الفانكشن هتظهر في ايه؟ في لاين بارالل لمين؟ للاكس اكسس. وتبقى دي اللاين اللي بيعبر لك عن مين؟ عن الاف اكس ايكوال 3. طب هتختلف لو انا قلت ان الاف اكس اف اكس ايكوال نيجاتيف 2. تعال نشوف. لو انا عندي برضو
طبعا انت عارف اكس نيجاتيف اكس، واي نيجاتيف واي، هاجي هنا لو دي نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 يبقى انت طالما هنا ما فيش اكس تعمل لها اي تعويض، لا يبقى انت على طول دي كونستنت. ليه؟ هي ده الاسم اللي جاي منها كونستنت، لانها ايه ثابته، لان هي ثابته بتطلع بالشكل ده. فانت هتختار البوينت اللي هي موجوده عندك اللي هي مين؟ نيجاتيف 2، وهيظهر عندي لاين بارلل لمين؟ للاكس اكسس، وهيبقى اللاين دوت هو اللي ايه ريبريزنت اوف ايه اف اكس ايكوال نيجاتيف 2. طب لو انا عندي اف اكس ايكوال 0 اللي هي البوينت بتاعتك 0 اند 0، بتبقى عندك هنا دي ان ايه ان ذا اوريجينال بوينت اللي هي بتبقى اللاين بتوعي الاساسيين، يعني دي كده عباره عن فانكشن، يعني هي لو 0 اهي هي على نفس ايه ذا سيم لاين اوف ايه اوف اكس، تمام. يبقى دي الاف اكس ايكوال 0 دي بالنسبه للكونستنت عندي. وبنقول ان هي لو انت عايز بوينت تاخد فيها بوينت، البوينت بتبقى 0 اند ايه اند نمبر اللي هو مديهولك، يعني دي كده البوينت اللي موجوده عندك عباره عن 0 اند ايه اند نيجاتيف 2، هنا هتبقى 0 اند 3، دي هتبقى البوينت 0 اند 0. وبنقول ان البوينت دي ساتيسفايز للايه للفانكشن، يعني ايه ساتيسفايز؟ يعني هي الفانكشن مرت عليها باسنج ثرو ذس ايه ذس بوينت. طيب بنستكمل، دي كانت الكونستنت. لما هاجي هقول ديجري اوف 1 هتبقى عندي لينير، لو الديجري بتاعك للفانكشن 1 تبقى عندك اسمها ايه؟ اسمها لينير. يبقى انا سبت كده الكونستنت اللي هي الديجري اتس ايه اتس 0 كان اسمها كونستنت، دلوقتي هروح للديجري بتاعك ديجري 1 اللي هي هسميها لينير. من اسمها لو انا جيت اعمل لها ريبريزنت اون ذا نمبر لاين او سوري ريبريزنت اون ذا كوردينيت لازم تطلع معايا لاين، لو طلع معاك مش لاين يبقى في عندك نمبر مش مظبوط. بنشتغلها ازاي؟ بنشتغلها عن طريق طبعا ان انا بشوف الفانكشن بتاعتي شكلها ايه، وبعمل تيبل وابتدي انفذ التيبل دوت على الكوردينيت بتاعي. طبعا بنستخدم الاله وهوريك دلوقتي احنا بنستخدمها ازاي عن طريق فايند ذا ايه ذا تيبل. يلا بينا نشوف ده سكند، بيقول لي هنا لينير، وطالما لينير يبقى انت خلاص عرفت ان اللينير بتاعتك دي هتظهر بصوره من الصور. اللينير بتاعتك دي هتظهر لو انت عندك الكوردينيت كده، ممكن تظهر بالمنظر ده، ممكن تظهر كده اهي، ممكن تظهر في اي صوره، المهم ان هي ايه اتس لاين، تمام. عشان كده خدت اسم ايه لينير. طيب بنقول هنا ان هي هيظهر فيها الاكس، لكن في الحاله دي الاكس باور كام؟ باور 1، بس ال1 عندي ما بتتكتبش، يبقى انا عندي اي اكس بلس بي. طبعا انا عارفه ان الاي والبي اتس نمبر، والنمبر دول مالهم؟ النمبر دول مالهم؟ النمبر دول ايه بيلونج لمين؟ للار. وبنتكلم هنا في ان الاي ما ينفعش تبقى بزيرو. ليه يا شباب ما تنفعش تبقى بزيرو؟ ما انا لو قلت زيرو تايم اكس يبقى انا لغيت الاكس، يبقى انا رجعت تاني للكونستنت ايه فانكشن. يبقى انا هنا الايه ممكن تبقى اي رقم موجود عندك اكسبت مين؟ اكسبت الزيرو. عشان كده لما عملت لها ديفينيشن قلت الايه بيلونج للار، بس ار ماينس كام؟ ماينس زيرو. يبقى انت عندك هنا ار ماينس زيرو للايه، ليه؟ عشان انا عايزه احتفظ بان الاكس تفضل موجوده، يعني الاكس ايه ما ينفعش يبقى الكوفيشن بتاعها ايكوال ايه ايكوال زيرو. طيب هنا بيقول لي لو هي عايز تعمل لها ريبريزنت، خلاص يبقى عندي لو هي انترسكت ذا واي اكسس هتبقى قلنا دايما الاكس بايه بزيرو بوينت اوف اكس، والنمبر بي هو اللي ظاهر، تمام. لكن لو عايزه الانترسكت اوف اكس اكسس بنقول بناخد نيجاتيف بي اوفر ايه، ودي لو انت مش عايز تطلع الايه التو بوينتس انترسكت للاكس اكسس والواي اكسس وزاويه ايه وزاويه ايه ريبريزنت اون ذا كوردينيت، لكن احنا هنشتغل على الكوردينيت وهنعمل لها ريبريزنت ونطلع التو بوينتس ايه اللي احنا عايزينها. تعالى بينا هنشوف. يبقى انا كده عرفت الفرق بين اللينير والكونستنت، وعرفت ان في اللينير ما ينفعش عندي الكوفيشن بتاع الاكس يبقى بايه بزيرو، وعرفت كمان اني انا في الحاله دي لازم يظهر عندي اكس، وان هي لما اجي اعمل لها ريبريزنت از نمبر لاين لازم تطلع ايه لازم تطلع لاين. يلا بينا نشوف اكزامبل ونشوف يا ترى هيطلع معانا لاين ولا مش لاين. قبليها بيقول لي هنا في سؤال سريع كده، لو انا عندي كلمه ساتسفايز انا اتكلمت ان هي ساتسفاي او انكلاودد، معناته ان البوينت دي موجوده فين؟ موجوده على اللاين بتاع مين؟ بتاع اللينير. بيقول لي ايه ذا بوينت اي اند 3،
طبعا دي هتعبر عنك عن مين؟ عن الاكس، ودي هتعبر عنك عن الواي. وهرجع واقول لك ان الواي دي اللي هي بيقصد بيها ايه؟ الاف اكس. تمام؟ اس لوكيتد يعني لوكيتد اون، يعني هي ايه؟ موجوده على الخط اللي بيعبر لي على الفانكشن. وقلنا الفانكشن من ار لار اللي هي تعتبر ايه؟ كلوزد اون ايه؟ اون ريال نمبرز. وير الاف اكس ايكوال 4 اكس ماينس 3. في الحالة دي احنا هنبتدي نشتغل وهنحولها لإيكويشن. طب انا عندي هنا الواي موجودة اللي هي الاف اكس، بات الاكس ايه؟ ات نوت فايند، دي اللي انا عايزاها. يبقى هشتغل عليها، هقول الاف اكس بتاعتك ايكوال 4 اكس ماينس 5. هبتدي اعوض، هشيل الاف اكس بتاعتك واحط لها مين؟ واحط لها 3. تبقى 3 ايكوال 4 اكس ماينس 5، ودي اتحولت عندي لايه؟ لإيكويشنز. يبقى ال 4x عندك ايكوال، طبعا انا خدت دي ده في سايد، هتبقى عندك كده 3 بلس كام؟ بلس 5. هتبقى الx ايكوال، بخلص من ال 4 طبعا، بتخلص منها بالاذر اوبريشنز، ومن ال 3 بالاذر اوبريشنز. ال 3 راحت بالاذر اوبريشنز، سوري ال 5 راحت هنا بالاذر اوبريشنز، هي كانت نيجاتيف بقت ايه؟ بوزيتيف. وهنا ال 4 هتظهر عندي بالايه؟ بالديفايد. طبعا هنا هتبقى الx ايكوال اللي هي 8 over كام؟ over 4، اللي هي الاكس هتطلع معاك بكام؟ ب2. طبعا انا كده عرفتها. اهم حاجة عندي ان انت عرفت ان الايه بتعبر عنها مين؟ هي الاكس، والواي اللي هي الثري هي بتعبر عن مين؟ عن الاف اكس بتاعتي. يبقى انت وبعد كده بيحصل عندك تعويض ليها، الجزء اللي هو مديهولك بتعوض عنه، وتبتدي تعمل لي ايكويشن، وبنشتغل الايكويشنز بتاعتي. عرفت ان الايكويشنز بستخدم انا دايما الاوبوزيت اوف ايه؟ اوبريشنز. لو عندك ظاهره بالبوزيتيف بتتحول، طالما عدت الايكوالز بتتحول ايه؟ نيجاتيف، والتايم بتتحول ايه؟ لديفايد. وبكده بقدر ايه؟ اوصل للايه؟ فاليو اوف اكس. طيب او فاليو اوف ايه اللي انا محتاجاه. طيب طبعا انا هنا انا بعبر عن الاكس اللي هي احنا قلنا اللي هي مين؟ الايه. يبقى الايه عندك ايكوال كام؟ 2. دي كانت الجزئيه لو جايالي وزاوت ايه؟ وزاوت ايه؟ ريبريزنت. ودي بتيجي جزئيه بسيطه هنا برضو وزاوت ريبريزنت. قبل ما اروح لها بيقول لي هنا لو الاف اكس ايكوال ايه، وعايزين نركز في دي كويس جدا. دي هنا انا جمعت بين الكونستنت وبين ايه؟ اللينير. طب اللينير ظاهر عندي جزئيه ايه؟ مكتوب جي اكس. طب هنا دي ما تبقاش فانكشن طالما انا ما استخدمتش حرف الاف. لا، هي فانكشن، انا ممكن استخدم اي حرف تاني غير ايه؟ غير الاف. فانا عندي هنا جمعت ما بين حاجتين، جمعت ما بين الكونستنت فانكشن وكمان لينير ايه؟ فانكشن. وهبتدي اشتغل معاهم ولاقيني رايحه برضو اعمل ايه؟ اعمل ايكويشنز. تعال معايا نشوف. بيقول لي اف اكس ايكوال ايه؟ طبعا المقصود بالايه دي ان هي لازم تكون ايه؟ نمبر. الجي اكس دي فانكشن جديده ايكوال 3 اكس بلس ايه، نفس الايه اللي هنا. بيقول لي هنا معلومه وير اف اند جي بولينوميال ايه؟ فانكشن. اند الاف 5 والجي 3 ايكوال 15. ده معناته ان انا هستبدل الاكس بكام؟ ب 5، وهستبدل ال 3 الاكس بكام؟ ب 3. بس كل فانكشن على حده لوحدها. يبقى انا لما هجيب اول واحده وهقول الاف اكس ايكوال ايه، هستبدلها عندي هنا، هقول يبقى الاف 5 ايكوال يا ترى كام؟ احنا اتفقنا ان طالما الاكس مش موجوده يبقى عندي النمبر ثابت، لان ما عنديش اكس اعمل لها تعويض. يبقى انا هنا هتفضل ايكوال كام؟ ايه. تمام. هروح للجزئيه الثانيه. بيقول لي ان الجي 3، يبقى انا عايزه كل اكس هعوض عنها بكام؟ ب 3. دي هتبقى ايكوال ايه؟ سوري، هتبقى ايكوال 3 تايم الاكس اللي هنا هعوض عنها بكام؟ ب 3. تبقى تايم 3 بلس ال اي اللي هي هتديني 3 تايم 3 تبقى 9. 9 بلس كام؟ اي. يبقى انا كده جبت الجي ل 3 وحصلت على ايه؟ بعد ما حصلت بالتعويض عن القيم الاثنين هبتدي احقق الايه؟ الجمله اللي هو مدهاني. بيقول لي الاف، خلاص انا جبت الاف 5 اهي، اف 5 بلس جي 3 ايكوال 15. تعالى بينا هنا. تمام. يبقى انا عندي هنا دي A بلس، ممكن نعوض كده بلون اخر عشان تبان هنا A بلس هنا 9
بلس ال A، كل ده ايكوال كام؟ 15. A بلس A اللي هتديني 2A بلس 9 ايكوال 15. رجعت تاني للكويشن وقلت لك ان دي هتروح هناك بالاذر ايه اوبريشنز، تبقى 2A ايكوال 15 ماينس كام؟ 9 اللي هي تبقى 6. في الحالة دي هيفضل لي 2A ايكوال 6. هخلص من مين دلوقتي؟ من ال 2، هتروح برضو بالاذر اوبريشنز بتاعتي اللي هي الديفايد، يبقى ال A ايكوال 6 divided 2 يبقى ال A equal 3، وده اللي هو عايزه، تبقى ال A equal 3. يا ريت نكون خدنا بالنا من التفاصيل الصغيرة دي ونشوف احنا عملنا ايه. تمام، دي كانت جزئية، انا كده خدت اللينير، فاضل لي ان انا اعمل ريبريزنت ليها. علشان نكسب الوقت انا عملت التيبل بتاعك، بنقول ريبريزنت ذا فانكشن fx equal 2x minus 4. بتعمل ايه؟ بتيجي على الآلة بتاعتك، انت بتشغل آلتك، بنعمل مود، المود بيظهر لي كلمة تيبل. طبعا كل آلة حسب السيستم بتاعها، فعندي هنا كلمة تيبل بيظهر مثلا عند 5، في ناس 3 وفي ناس 4 وفي ناس 5. انا عندي في الآلة هنا كلمة تيبل ظاهرة عندي ب 7، مجرد ان انا بحطها عند ال 7 بيظهر لي اف اكس ايكوال. تمام، اف اكس ايكوال، باجي انا عايزة اكتب 2 اكس، ال 2 ما عنديش مشكلة فيها. طب الاكس بدوس على الالفا اللي باللون الاحمر اللي فوق، وابتدي ادوس على الاكس اللي هي فوق البراكت. انت عندك براكت هنا جزئين، الاوبن اند كلوز، عند الكلوز في علامه اكس، عندك ريد برضو ظاهره باللون الريد، هبتدي ادوس عليها ظهر لك مين؟ ظهر لك الاكس. وانت كل ما بتحتاج تدوس على الاكس او تطلعها بتبقى الالفا مع الكلوز اوف ايه اوف براكت، بتظهر عندك هنا، بتكمل الفانكشن بتاعتك نيجاتيف 4 ايكوال، بيقول لك ستارت. انت بتختار لما انت هو مش محدد لك انترفل تشتغل فيها، اختار انت انترفل. دايما ابتدي مثلا ارقام بسيطه 0 1 2 3 وهتاخدهم متسلسلين ورا بعض، فهتاخد تبتدي من 0 لغايه مثلا 3، فهتقول له الستارت 1 ايكوال تاني، هيقول لك الاند، يعني هي بتخاطبك الاند، هتقول له الفايند بتاعتك عند 3، هتعمل ايكوال، هقول لك ستيب، محتاج الستبس بتاعتك، هتعمل ايكوال تاني، هتلاقي ظهر لك الايه التيبل بالمنظر ده. مش عارفه كده ينفع يجي ولا لا، كده كده اه كده اهو. لو احنا عملنا كده اهي، في عندي 1 2 3 4، ده الستبس بتاعتك، يعني دي الخطوه الاولى، الثانيه، الثالثه، مالكش دعوه بالارقام دي، لكن هنا هيبتدي الاكس والاف اكس، الاكس والاف اكس. تمام، يبقى انت بتاخد رقم الاكس ومعاه رقم الاف اكس، بتنقله عندك كويس في الصفحه بتاعتك وتبتدي ترسم. بس قبل ما تبتدي ترسم من فضلك اتاكد ان كل الارقام اللي انت مطلعها ايه صحيحه. دلوقتي انا دور الاله بتاعتي خلص وهبتدي اشتغل، نقلت كل النمبرز اللي موجوده في التيبل وابتدي اشتغل عليها. طيب لما اجي ابتدي اشتغل عليها، انا جايبه لك هنا رسمه، الرسمه جاهزه عشان ايه ما ناخدش وقت، لان انا محتاجه الوقت جدا. ادي هنا رسمتي، تمام اهي، تبل قدامي بيقول لي هنا اول واحده، من فضلك بقى تذكر معايا كويس جدا، 0 نيجاتيف 4، الرقم الاولاني اللي هو الاكس ده بيخص الاكس اي اكسس اهو، يعني انا ببتدي كده، والرقم الثاني اللي تحت بيخص الاف اكسس اللي هو قصده مين، اللي هو بيخص الواي اكسس اللي هو قصده مين، الواي اللي واقف عندك ده. يبقى انا هنا 0، يبقى انت وقفت عند البوينت 0 اهي، نيجاتيف 4 يبقى انا هدور على نيجاتيف 4 لقيتها اهي، يبقى دي فيرست ايه بوينت بتاعتك، واضحه كده، ادي الفيرست بوينت بتاعتنا، فين النيجاتيف 4 اهي، تمام ظهرت. طيب السكند بوينت بتاعتي بيقول لي نيجاتيف 1 مع بيديني 1 مع نيجاتيف 2، ادي ال1 وعايزه النيجاتيف 2، يبقى ادي ال1 وهنزل لما الاقي نيجاتيف 2 لقيتها عندي قدامي اهي، تمام. بعدين بيقول لي 2 مع الزيرو، 2 اهي مع الزيرو، يعني ما تتحركش لا تطلع ولا تنزل، هي دي البوينت 0. بعد كده 3 مع 2، ادي 3 مع 2، لا ده 3 مع 2، انا لسه عايزه اقول حاجات كتيره قوي، ادي كده 3 مع 2، يعني انا كنت محتاجه وقت كبير جدا، عايزه اقول لكم حاجات كتير كده معايا لينير بالمنظر ده. دي كده ايه اللينير ايكويشن. طيب اللينير ايكويشن بالمنظر ده، طيب كوادراتك بقى اللي هي ايه سكوير،
الكوادراتيك ممكن نقول فيها كده دقيقة واحدة، بنقول هنا كوادراتيك اللي هي الاكس اي باور 2. طيب اكس باور 2 عندي في الحالة دي هيقول لي الاكس باور 2 ماينس حاجة، او هيديني ايكويشن الظاهر فيها الاكس بس ايه الديجري بتاعها 2، وهيبتدي يديني انترفل. الانترفل بتاعتك هو هيحددها لك زي دي كده نيجاتيف 3 اند 3، وهيبتدي يطلب منك 3 او 4 ايه طلبات. لما هتيجي تدخلها على الآلة خلاص احنا عرفنا هندخلها ازاي، بس لما يجي يقول لك ستارت هتقول له نيجاتيف ايه 3، لما يجي يقول لك اند هتقول له كام، هتقول له 3. هيبتدي يطلب منك كذا طلب. لما انا عملت التيبل بتاعي بالمنظر ده بيقول لي ذا كوردينيت اوف فيرتكس اوف ايه كيرف، هي لما هتترسم هتترسم معايا كيرف. انا ممكن من قبل ما ارسمه، احنا هنرسم الكيرف سريع. ادي الرسمه بتاعتي، بيقول لي هنا نيجاتيف 3 مع الفايف، ادي نيجاتيف 3 مع الفايف، معايا نيجاتيف 2 مع الزيرو يعني مش هتتحرك، معايا نيجاتيف 1 مع نيجاتيف 3 اهي، معايا 0 مع نيجاتيف 4 اهي، وبعد كده انا ماشيه ادي باقي الايه الخطوات بتاعتي. لما جيت انا وصلت دي بتوصلها بايدك كده بيطلع ايه، بيطلع معايا كيرف، دي الاكس ايه باور 2 تمام، طلع معايا كيرف. معلش انا مستعجله فطلع بالمنظر ده. هنا عندي دي الفيرتكس بتاعتك، بتيجي تقراها، تقراها عندك عباره عن 0 اند نيجاتيف 4، وده اول طلب بيطلبه منك الفيرتكس اوف ايه، الفيرتكس اوف ايه كيرف، ده الكيرف بتاعك. عايزه اشوف بقى الاسئله بتاعتي، الاسئله بتاعتي الكيرف بيقول 0 ونيجاتيف 4، ده الكيرف اللي انا طلعته اهو، دي كده الفيرتكس بتاعت الكيرف. طيب من هنا بيقول لي ذا ايكويشن اوف هيسيمتريك اكسس، باخدها من هنا من عند الاكس، فبقول اكس ايكوال 0، انت بتاخد الجمله من هنا. هنا بيقول لي مينيمم اور ماكسيمم فاليو اوف ايكويشن، هنا بالنسبه لي هي لتحت هتبقى مينيمم، يبقى انا هقول له المينيمم هنا، المينيمم ايكوال او بتظهر عند الواي ايكوال، وباخد الايه النمبر اوف واي اللي هي نيجاتيف كام 4، وكده ببقى جاوبته على الثلاث اسئله. ولما بتظهر لك انت بتجاوب على الثلاث اسئله كل مره، حتى لو جاوب على طلب منك سؤالين جاوب على الثلاثه. ليه؟ انا اخشى ان يكون قدامك سؤال انت عينك ما شفتوش كويس. مهمه جدا الكيرف، وهعيد تاني ان شاء الله في سيشن تانيه هاخد ايه اكزامبل واثنين وثلاثه عليها، بس دي مهمه جدا. اعذروني على السرعه، لكن اتمنى اديكم حاجات كتير قوي وتستفيدوا مني على قد ما اقدر. اتمنى اكون افدتكم. الى ان القاكم، لكم مني اجمل المنى، كان معكم إجلال واصف من مصر التعليمية. إلى اللقاء.